صباح الخير لكل المشاهدين. again ماشي الحال تمام. رح بلش على السريع خبرك عن فورد اللي هي على طول بعتقد صارت بينه وبين فولفو هن السباقين بكل شيء تكنولوجي بالسيارات. كل شيء بنشوفه جديد، كل شيء اذا بدك سوفيستيكيتد اكثر من غيره هن ببلشوا فيه. بتشوف السيارات البقيه صارت عم تاخذ ذات الاوبشنز وتحطها بسياراتها. عم نحكي هون عن ديفايس جديده عاده بصير في اكسيدان بالسياره الباسنجر اللي قاعد حد الدرايفر بيروح ركيبه على طول اكثر الاوقات بيروح ركيبه يعني هذه الحادثه اللي بتصير او خلال حوادث هيدي الشغله اللي بتصير اكثر شيء انه معرضين ركب لانه صار في عندك ايرباج، الايرباج مش عم يوصل للركب عم يساعد انه يحمي لك وجهك واكيد صدرك لحتى ما تطلع من الازاز. تنقول فورد لقيت فكره جديده بالجلوف كومبارتمنت اللي بنقول له التابلو الصغير هذا اللي بنحط فيه غراض. لقيت له طريقه او خبريه او فكره جديده لحتى يكون هو في ايرباج بلا ما ياخذ محل. يعني اكشلي ما في منه هو ايرباج بينفخ بس بين الـ هو تو لايرز الغطاء تو لايرز جوانب الراني بيناتهم صار في شيء بينفخ شوي بيعمل امورتيسمان للضربه. صار انت بتضرب فيه بيعمل امورتيسمان بيخفف لك او بيساعدك انك تتجنب اي انجري بركاب او حتى بالاصبط الاجر من تحت. عظيم. سو الفكره بهيدي الايرباكس عملوها للدرايفر بسياره من السيارات، هلا عم يعملوها فورد ورح تكون بالماستانج ل 2015 لكن بعد سنه تقريبا بتصير داخله بالموديلات الجديده. هلا بعد هن بتعرف انت بسبتمبر ببلشوا ينزلوا موديلات السنه اللي بعدها، فبعتقد بسبتمبر الفورد رح تكون الماستانج بالتحديد عنده اول ني ايرباج للباسنجر. عظيم. رح انتقل للطب شوي. نعرف انه اللي عندهم مشاكل بالقلب عندهم هال بيس ميكر اللي بيحدد هو دقات القلب بيساعد انه يكونوا منتظمين دقات القلب، وهال ماشين هالديفايس الصغيره بتشتغل على البطاريات. فعندك تقريبا حوالي كل 7 سنين بده يرجع يعمل هالشخص مثل عمليه صغيره بده يشيلوا يغيروا البطاريات ليضل عم تشتغل هالماشين بقلب بجسمه بشكل صحيح وضل تساعد القلب انه يشتغل مزبوط. الفكره الجديده نيو تكنولوجي اكيد عم نشتغل بطريقه صار عاملين مع هالديفايس ديفايس بتركب على سولار بانل يا ريت ويند ميل فوق راسه. لا اكشلي بتشتغل على حركات الجسم، يعني حركه هون بالتحديد عم نشوفها على الكتف. هل ديفايس صغيره كلها نانو تكنولوجي شيء كثير صغير. كل ما بتحرك كتفك كل ما بتكون عم بتولد طاقه، وهالطاقه اللي عم بتولدها هي اللي عم بتشغل الماشين. اوكي سو بالنهايه طالما انت عم تتحرك وكل يوم بتتحرك عم بتولد انت الطاقه لتشتغل هالبيس ميكر هي لانه بدها كهرباء. يعني هي الفكره انه مثلا الساعات في ساعات ما بتغيرون بطاريتهم عندهم السيستم تبعهم، بس هون لانه بدك كهرباء مزبوط على النبض في منهم بيشتغلوا اكزاكتلي او على حركه الايد، فعم تستخرج الكهرباء من الجسم لتحولها لضل عم يشتغل اكزاكت. وهلا عم بيعملوا بعضهم اكيد التست عليهم بعد ما نزلت بالاسواق، بس الفكره صارت كثير واضحه لهم واشتغلوا عليها. هن بيلاقوا انه وصلوا لنتيجه كثير متقدمه بظرف هلا كثير قريب، يمكن سنه يمكن سنتين حوالي هل المده بيستغنوا عن البطاريات لهالديفايس بالتحديد للبيس ميكر. بساعتها بيصير بحركه الجسم هي بتمشي الديفايس وبتأكيد هيدي بيرمننت، يعني بتصير بالنهايه جزء من الانسان ما بيضطر يرجع يعمل هالعمليه صغيره تيشق يغير البطاريات. على كل حال بالفتره لاحظت قديش عم بينزل تطورات جديده بعالم الطب من ناحيه كل هالجادجتس اللي بالنتيجه بيخلصوا حياه 100%. ان كان للعيون، ان كان الاكسترا بودي الاكسكلاتر، ان كان اشياء فحص الدم والسكري والبانكرياتيك ديزيز، يعني كل هول عم بيكون في نيو تكنولوجي وكلهم
موست اوف ذم هلا عم ببلشوا يشتغلوا على الستام سيلز لانه هاي الخليه ذكيه هي كثير اكزاكتلي سموها ذكيه لانه على طول وين بيحقنوها هي اللي بترجع بتجدد الخليه بتتاقلم وتفوت بالخليه المفروض بالميشن تبعيتها بالمنطقه الموجوده فيها صحيح رح نروح اوتدور اوتدور كامبينج في كثير ناس بحبوا يعملوا كامبينج وفي ناس بحبوا يقعدوا بخيمه في ناس ما بفضلوا كثير الخيام مشان هيك رح نشوف هالديزرت ياكت اتس ياكت عادي فينا نقول كشكل من جوا بيعتمد على هالتكشر الخشب بس بذات الوقت هو نيو بيشتغل على سولار بانل هون عم نشوف سقفه بيشتغل على سولار بانل هو موبايل هوم على بيك اب او على فان صغير So it's the new generation of camping cars. Exactly. عم يشتغل على سبرينتر بالتحديد من مرسيدس حجمه متوسط بيسع ثلاث أشخاص نايمين أو يوصل لخمس أشخاص مع إذا عم شوفوا هون توب من فوق الميل الصفرة هي أوضة النوم حمام كيتشينات بوجهه ميت الحمراء هي القعدة رح فرجيك صور بعد واضحة أكثر هون عم شوف الصورة من جوا الأفانتاج اللي فيه بس الفكرة انه بطل يستعمل جنريتور لحتى يولد طاقه صار عم يستعمل سولار بانل بطل يستعمل كل شيء غاز لانه صار عم يستعمل كمان من وراء سولار بانل كل شيء بيقدروا يطبخوه على الكهرباء وحتى الاي سيات اللي بقلبه صاروا يشتغلوا على الكهرباء مع الاي دي لايت بقلبه فكل هدول ديفايسز استغنوا عن جنريتور عم بيخففوا من التلوث عم بيخففوا من الضجيج حتى من وراء الجنريتور عم تاخد استقلالية يعني اللي بيحب يعمل كامبينج منه متأيد بقى انه يكون بمحل في كهرباء يقعد بجنينة ناس او يقعد بكامبينج بارك مثلا في صح وين ما بده هو مستقل كليا وما بيلوث وما عنده ريسك لانه اذا عندك غاز يعني عندك هالبونبون هلا السيارة بعدها عم بتلوث هو عم بخفف اكزاكتلي عم بخفف منها فدي بعدها عم فكر انه الخمس اشخاص وين بدك تحطهم انا يعني عندك ثلاثة على التخت وهيدي القعدة هون بتساع اثنين بتشيل الطاولة بتنشيل وبتفتح اكزاكتلي وبتصير تساع اثنين فعندك خمس اشخاص نايمين بقلب هال إذا بدك بس ليك لما فتحت البواب يعني هذيك الصورة اللي شفناها حسينا حالنا مخنوقين هلأ متى ما فتح البواب صار مريح أكثر الفيراندا شو حلوة بكل حلوة بكل بساطة هو الشغل اللي بقلبه كنت عم بقول لك مثل كأنك بيخت مزبوط لأنه معمول بطريقة خشب وحتى خففوا من هالخشب يعني تركوا لك فكرة الخشب بس عملوها part of هذا هذا الالمنيوم المأخوذ كمان من البوت انه كيف بيشتغلوا الديزاين تبع المحل كل سنتيمتر له اهميته يعني قديش عايزين اذا عايزين 40 سنتي للمغسله 40 سنتي ولا سنتي زياده يعني صح هيك بده يكون صح على كل حال ثانك يو فيري ماتش ثانك يو للباركود نحن رح ناخذ بريك بعد البريك اوتو فوكس وبنرجع بنلاقيكم لنحكي وورلد كاب